إلى جريدة الفجر المصرية التي يرأسها الأستاذ عادل حمودة، وهذا الخبر من داخل فرنسا وهو خاص بالفيلسوف الفرنسي برنارد هنري ليفي، يحذر الأسد من أن يلقي مصير القذافي. هذا الخبر من وكالة أنباء الشرق الأوسط. المعروف أن هذا الفيلسوف له آراء متعددة، وهو الفيلسوف الفرنسي ليفي هنري أو هنري برنارد ليفي هنري. هذا الفيلسوف له كتب عديدة، وهو يكتب باللغة الفرنسية وهي اللغة الأم، وأيضا يكتب باللغة الإنجليزية. أي ثورة في الثورات العربية حضرها السيد الفيلسوف الصهيوني، لأنه له جذور صهيونية، يحضر هذه الثورات ويشجع الشعب على المعارضة ضد الحكومات. في الآونة الأخيرة حذر الفيلسوف هنري ليفي السيد بشار الأسد، وهو رئيس الجمهورية العربية السورية، بأنه سوف يكون مصيره مثل مصير معمر قذافي. بناء عليه تحدث السيد ليفي هنري مع راديو أوروبا، وأن قال كده أن بعض القادة العرب يعلنون الحرب على أنفسهم وسوف يكون مصيرهم مثل مصير القذافي، وهو يعني أنهم سوف يتم قتلهم على أيدي شعوبهم. لجورنال، وهي جريدة فرنسية، قالت على موقعها في الانترنت أن برنارد ليفي زار ليبيا في الثورات الأخيرة والأزمنة الأخيرة، وكان بيحفز الشعب الليبي للثورة ضد معمر القذافي. المعروف عن هنري ليفي أنه كان السبب الرئيسي في التقرب، أو كان يعمل بدور ميدياتور أو الميدييشن، الوساطة، قام بدور الوساطة بين المجلس الانتقالي الليبي والسيد نيكولا ساركوزي وهو رئيس فرنسا. فرنسا تعتبر هي البلد الوحيدة اللي اعترفت بالمجلس الانتقالي الليبي داخل ليبيا. هناك آراء عديدة حول هذا الفيلسوف الآن في العالم. ألمانيا كتبت عن هذا الفيلسوف وقالت إنه جذوره صهيونية، وهو لديه عدوانية ضد الشعوب العربية وضد الحكومات العربية. هذا ما نشر وصدر في الكتب الألمانية التي تصدر باللغة الألمانية. قالت كده دي فيلسوف هنري ليفي جيجن دي أغابيشا ريجيرونج، ضد الحكومات العربية، وأيضا قالت إرئيس جيجن دي بوليتيشا ريجيرونج، ضد السياسات الأغابيشا بوليتيشا ريجيرونج، السياسات العربية داخل الدول العربية. نشوف مع حضراتكم هذا التقرير المفصل عن هذا الفيلسوف اللي تعتبر جذوره صهيونية، حيث أنه حضر في ثورة 25 يناير داخل مصر، وكان في ميدان التحرير ليبريشن سكوير، وكان بيحبز ويحفز المتظاهرين بأن يكونوا ضد الحكومة المصرية، مش بس في مصر، ده حضر في بنغازي، وحضر في طرابلس، وحضر أيضا في ثورة الياسمين بتونس ضد بن علي، وكان بيحفز الشعب التونسي أن يكون ضد حكم بن علي، وكانت النتيجة انهرب بن علي، زين الدين بن علي، ومعه زوجته إلى المملكة العربية السعودية. نشوف هذا التقرير عن الصهيوني الفيلسوف برنارد هنري ليفي ذات الأصول الفرنسية. تتالت الثورات العربية وتعددت مطالبها،
رموز سقطت بفعل حراك الشارع، ووجه جديد للشرق الأوسط بدأ يتشكل. بإمكاننا أن نرى الأمر كذلك، ولكن يا ترى ما الذي يفعله هذا الرجل، نفس الرجل، هنا وهنا وهنا؟ هو ليس بناشط حقوقي ولا بشاهد عيان ولا بمراقب دولي، هو باختصار برنار هنري ليفي الفرنسي المرشح لرئاسة الكيان الصهيوني، والشرط لنجاحه أن يكون مهندسا خفيا تارة ومعلنا تارة أخرى لشرق أوسط جديد يحقق مصالح الصهيونية العالمية. أينما مر هذا الرجل الذي عرف برجل الميدان تفجرت حروب أهلية وتكرس التقسيم والطائفية ونفذت أبشع الجرائم والمجازر. أفغانستان، السودان، مراعي دارفور، كردستان العراق، كانت كلها محطات أتقن فيها ليفي لعب دوره الصهيوني، لينتقل بعدها إلى مصر حيث اجتمع ببعض قادة الإخوان المسلمين رغم كرهه المعروف للحركات الإسلامية، والتقى في الوقت نفسه مع شباب الثورة المصرية. ثم شد ليفي رحاله إلى ليبيا ليتواجد في بنغازي متظاهرا مع الليبيين ويلقي كلماته الرنانة خطابا يدعو لضرورة الاستمرار بالثورة وليرفع علم المملكة السنوسية، متوجا نشاطه الثورجي فيها بلقاءات مع بعض المسؤولين في المجلس الانتقالي الحالي، بل ويذهب أبعد من ذلك إلى قلب الصحراء الليبية ليطمئن على حال الثوار وعتادهم ويتأكد من جودة تنفيذ المخططات العسكرية السرية. اليوم هذا الرجل حريص أشد الحرص على السوريين ومطالبهم وحريتهم، فكان من أطلق من باريس مبادرة SOS سوريا قبل أسابيع ودعا فيها للتظاهر، لكن مبادرته سقطت أمام امتناع بعض المعارضين السوريين في فرنسا عن قبولها لوعيهم حقيقة هذا الرجل وشدة تطرفه وشره. لكن ليفي لا يستسلم، فها هو يعود مجددا، ولكن هذه المرة بدعم مما يعرف بالمؤتمر السوري للتغيير أو مؤتمر أنطاليا، وينظم تحت مظلة شراكتهم اجتماعا عاما مساء اليوم في باريس ليستكمل مشروعه الصهيوني على أكتاف الشعب السوري ودمائه ووحدته. مصر ثم ليبيا حتى سوريا، تصر الأيادي الصهيونية أن توقع صك التفتيت والفوضى بدعوى الحرية تحت إشراف مهندسها الصهيوني برنار هنري ليفي، وسط تعتيم